السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير وفيديوهات ديالي دائما يلقاكم على خير. فيديو اليوم ان شاء الله بحول الله غيكون فيديو حتى هو ديال التخفيضات، نكملوا في التخفيضات ان شاء الله، والثمن غيكون دائما مناسب. اليوم اختاريت لكم دي بلاطو العود، خشب جميع انواع الخشب، يعني خشب ديال هذا العرعار، كاين هذاك اللازر، كاين هذيك خدمه الخشب ديال الهند ومنقوش منقوش وفيه واحد الشاشه ترشيمه تاع النحاس. المهم غندوزو عليهم كاملين بثمن تخفيضات كلهم. هادو انا كيعجبني، شتي النحاس ملي كيتخلط مع اللون المر وكيتحط في الطبله راه كيكون زوين. انا زعما كنقول كنفضل انه داك الدوغي تهرس بشي حاجه ماغون بشي لون اخر باش كيجي زوين. لكن كلشي ماغون كلشي دوغي كتجي طبله مغموقه، ملي كتجي كتفتحيها بحال هكا بين الذهبي او الفضي وبين الماغون كتجي فن صراحه الحطه. نبداو على بركه الله. اول باك اللي هو هذا الباك ديال ثلاثه البلاطويات، هادو بحال تقولي حطات صغيورين او لا تحطي فيهم مثلا هكا الحلوه والفاكهه ولا تتفيهم فيهم الفقيقصات، وهذه يتحط لك فيه حطه صغيره. هانتوما باش تشوفوا بحال يتحط فيه في حطه ديال ربعات الكيسان بحال هكا. هانتوما هما باش يبان لكم القياس، حيت كي اللي كيتصل معايا على اساس هادو ثلاثه راه انا كنعطيكم بالسنتيم واني وفي نفس الوقت كنحط لكم القياس ديال البراد، حيت كي اللي كتبغي بالسنتيم كي اللي كتبغي بقياس شحال براد كتل شحال كاس. المهم هاد الباك غيبقى ب 300 درهم في هاد البلاطو هذا وهذا، ثلاثه البلاطويات ديال العرعار، الخدمه زوينه كيف ما كتشوفوا هانتوما البلاطويات خدمه نقيه، هانتوما الطرف ديال العرعار كي داير اللي فيها كلها صراحه خدمه نقيه، خدمه ماشي هانتوما. ها بالنسبه للناس اللي كتسول هذا واش فيرني، هذا ماشي فيرني، كيدار ليه واحد كدالي شويه الزيت وكيبدا يتلمع بواحد الطريقه باش كيبقى بحال هكا ملمع. شوف خدمه نقيه كلهم، هاد الخدمه اللي عندي انا خدمه نقيه. برد بوحدو طاح لي الغطا ديالو خلعني. 300 درهم هاد الباك بثلاثه. بالنسبه لهاد المهرزات هادو كيكون هاد قياس متوسط، درنا لهم 80 درهم، وهذا اللي كبر منه 90 درهم ديال العرعار. العرعار غير لو في انك تحطيه في البلاصه اللي كتكوني فيها وكيكون يدور مزيان بزاف الحوايج وعنده فوائد كثيره، زائد انه صحي تحطي فيه الماكله، يعني بالنسبه للمكسرات بالنسبه للمالح بزاف الحوايج. هنا تقدري بحال هادو مثلا الا بغيتي تحطي فيهم السوائل تقدري ديري فوسط منه زليفه كيف تيكون. بالنسبه لهادو يجيو في المكسرات، وفي نفس الوقت الا بغيتي تحطي ليك الزليفه فوسط منهم هكا باش تحطيها كتجي زوينه حتى هي للديكوراسيون ولا للتقديم. هاد الزليفه كتبقى ب 32 درهم الوحيده. كي كنقول لكم الخدمه ها هي باش تشوفوها، هانتوما تشوفوا الخدمه كي دايره، هانتوما كلها هادي زليفه كبر منها فتحات تجيكم هكا المالح حتى هي بزاف الحوايج 95 درهم لا بيس. بالنسبه للبلاطويات هادو القياس، كاين هاد القياس وكاين هذا راه يهز لكم حتى 8 الكيسان هذا، وهذا يهز 6 الكيسان بيناتهم. المهم بالنسبه لاون ديتاي بالسنتيم راه اللي بغاتو تواصلت معايا في واتساب راه نعطيها تفاصيل. هذا خليناه ب 200 درهم، وهذا واش خليناه ب 240، هذا 240 وهذا ب 200 درهم. شوفوا السمك ديال الخدمه ولا فينيسيون وكلشي، خدمه صراحه زوينه، حاولي تبيني كلشي باش يبان لكم حتى لا فينيسيون الخدمه ديال البلاطو. بالنسبه لهاد الشكل بحال التفاحه وهي بواطه زوينه حتى هي، كتخدم بزاف، تخدم البخور، تخدم اللي بيجو، تخدم بزاف الحوايج. درنا لها 100 درهم، ها هي راه كبيره، راه شوفوا انتما باش تشوفوا على حسب القياس تاع اليد كبيره. وبالنسبه لهادي هكا كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل، درنا لهم 100 درهم، هادو درنا لهم 100 درهم ثمن تخفيضات. ها انتما هادو راه حتى انهم حتى في بلاصه الوليدات مزيان الحساسيه بزاف البيوت ديال الاولاد ولا شنو تحطوا فيهم العرعام مزيان لهم بزاف، والريحه ديالو زوينه.
بالنسبه للبلاطويات اللي كنديروا الباك الكبير والوسطي والصغير، هما قولي تقريبا هادو كبارين في القياس، هذا راه يهز لكم حتى ل 12 كاس، كان ب 600 درهم، دابا درنا لهم 550. هذا راه كيف ما قلت لكم كيكون منقوش بحال هكا، وفي هذا ديال النحاس بحال هكذا، كيمشي باك ثلاثة 600 درهم، دابا خليناهم ب 550. بالنسبة للبلاطو كلازير هذا كيهز 6 الكيسان حتى ل 8، هذا كيدير ب 100 درهم، 100 درهم بالنسبة لهذا البلاطو كلازير. دابا سالينا من العرعر وهذا، ندورو للجهة ديال البلاطويات هكا اللي بزلي جا هكا ولا بهاد شكل النقش. هادو كيتحطو يتبريزونطيو فيهم، تحط فيهم بحال هكا بريريت هكا وجوج كيسان، كل واحد وكيفاش كتحط فيهم، تقديم بزاف الحوايج. هادو دايرين 70 درهم الوحدة، وكاين هاد الشكيط 40 درهم الوحدة، 40 درهم، وكاين هادو 40 درهم، درنا ليهم في بلاصة 50 درهم. هادو هما 40 درهم في بلاصة 50 درهم. بالنسبة لهادو، هادو راه هادو لاكاليتي بخنياغ، لاكاليتي خدامة بها أنا من العام اللي فات، راه هادو مزيانين شكلهم، شوفو كتحسو بيها. بالنسبة لهادو ثمن التخفيضات ديالهم 100 درهم. هادو راه هما كاليتي اللي كنت خدامة بها دائما، راه جات لاكاليتي الدوزيام ديالهم، ماشي كاليتي الدوزيام، ولكن كاليتي فيهم كثيرة. المهم أنا ما جبتهمش وما بدلتش، راه نفس لاكاليتي بالنسبة للناس اللي كتقول لقيتهم بالثمن، لقيتهم بالثمن. هادو كيري على ما يوصلوني بعدا كيدكدكو، هادوك على ما يوصلوني كلهم يدكدكو وكيتهرسو. هادو كيكون السمك ديالهم هذا، عندهم هاد سميتو هاد الفرشية بدنا باش ميبقاوش يتجرحو، زائد أنهم هانتوما ماشي ملصقين، ماشي ملصقين، حيت كاين اللي كتكون غير حيت فيهم قلت لكم كاليتي كثيره. ها انتم هادو زليجه كتحسوا بهم في زليجه، ماشي غير الرشمه ملصقه فيهم، وزائد انهم كيتحملوا. انا عندي دابا عام وزياده، تكب عليهم القهوه اتاي، تمسحيهم بالماء عادي، ما يوقع لهم حتى شي حاجه، كيبقاو كيف ما خديتيهم. هما هادوك حتى الشير كيبقى يكسروا الهضره بزاف، انا شرحت لكم دابا، وبالنسبه اللي فاهمين راه كيعرفوا ديال ما عاد كنخدوا شي وحدين. هادوك غير ملصق عليهم، كي اللي لقاوهم رقاقين ولا اشنو اللي كيبان لهم الفرق ملي كيجيو عندنا. هادو درنا لهم دابا 100 درهم لسته، كيجيو سته. هانتوما هانتوما كنحاول ندير بالتفري باش تفهموا، هانتوما راه زليجه بحال زليجه، هانتوما سيراميك، ما ماشي هانتوما شوف الخدمه ديال هادي، شوف هانتوما ها شي لاصقه بلاستيكه ولا شي حاجه بحال هكا. هانتوما ها السمك ديالهم كلهم نفس الشيء، هانتوما حتى هادو، شوف هادو كاع شوف دايرين، كل واحد الخدمة ديالتهم. بالنسبة لهادو، هادو راه فيهم ماشي عود، هادو ماشي عود، هادو نفسها كبيرة بحال هادي، وهي كبيرة في هاد الحجم كلها، شفتي الفرشية لتحت، هادي كتكون فيها هنا عود، وعادة هاد الأخرى اللي كتكون هاد الوسطية اللي كتكون هاد سيراميك، باش نشرح لك التفاصيل. شفتي هادي كلها خشبة، هادي هادي هاي هي اللي ديك الزليجه اللي كتحط الوسط، غير باش تفهموا بالنسبه للناس اللي بعادين. هادو راه كيجي فيهم بحال هكا بريريه، كتجي حاطه فين صراحه كات هكا، وهادو كتحطوهم يا اما تحطو فيهم الكويس، وكتجي حتى الكويس وتحطي داك الحلوه دوازاتي حداه اولا هكا، ما كتعمرش لك لا الفراش لا حتى شي حاجه. بالنسبه لهاد البلاطو حتى هو نفس الشيء، خشب، وهنا هاد الزليجه الوسطانيه نفس الخدمه، 120 درهم. بالنسبه لهاد الكويسات ها هما مخدومين باليد، هادو 100 درهم سته. وبالنسبه لهذا بقى واحد، درنا ليه نديرو ليه 210، واحد 210. هادشي اللي فيما يخص التخفيضات ديال اليوم، نستودعكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه، ان شاء الله غادي يستمروا التخفيضات حتى نكملوا، يمكن نشوفوا شنو عندنا في الصدر. نخليكم على خير، نتمنوا البارطاج وجيم.